كل سنة بسم الله ما شاء الله بتحط الكاس في حضنك وبتمسكه وبتحضنه. في ناس تانية أو في أندية أخرى، عشان محدش ياخدها على نفسه، في أندية أخرى كتير ما تعرفش يعني إيه كأس أفريقيا، ما تعرفش، بتشوفه في التلفزيون بس، بتشوفه على شاشة قناة النادي الأهلي، أو بتشوفه في الصور عند دكتور سعد شلبي في مدير التنفيذي للنادي الأهلي، أو بتشوفه عند أي حد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وهو بيتصور بيه الحقيقة يعني. لأنه الحقيقة يعني يظل هذا الكاس هو فخر لكل الجماهير الأهلوية. عندنا جيل محترم، عندنا جيل محترم من اللاعبين، عندنا جيل أو عندنا جهاز فني محترم، وعندنا مجلس إدارة يستحق كل التحية وكل التقدير.